بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. إن شاء الله تكونوا مزيانين في هذا الشهر رمضان وتكملوه إن شاء الله بالصحة والعافية، وربي يحفظكم من كل أذى يا ربي. إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحطوا واحد الوصفة صالحة بإذن الله لطرد النحوسات ولطرد السحر من الجسد. الناس اللي عندهم عوارض، الناس اللي عندهم مشاكل في الجسد ديالهم وعندهم ديما عياء شديد وديما عندهم إما يتحرك العارض او انهم عندهم سحر يتنمل في الجسد ديالهم، وعندهم ثقل في الكتفين، وعندهم مشاكل في الجسد ديالهم، ديما تيحسوا بعياء شديد وديما عندهم توقيف الحال. هاد الوصفه اللي غادي نحط اليوم هي وصفه من القران الكريم بعشوب طبيعيه، عشوب اللي عندك في المنزل، عشوب اللي تتقدري انك تخدمي بوصفه طبيعيه في الدار وعندك كلام الله في القران الكريم، وفي نفس الوقت انت بعيده من الشركيات وبعيده من الامور اللي تتعصى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذا شهر رمضان. حنا تنحطوا غير الايجابي وتنحطوا غير القران الكريم بوصفات طبيعيه. الحمد لله والشكر لله. المتابعين القدام وجداد تنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم في القناة. اليوم غادي إن شاء الله هاد الوصفة صالحة للصغير والكبير، صالحة اللي يلاه زاد رضيع أو طفل أو أي واحد شكيتي أنه تصاب لك بالعين والحسد والسحر، غادي ندير ليه هاد الوصفة. هاد الوصفة من المجربات المغربية، ولكن احنا ضفنا عليها قرآن كريم. اذا بحول الله وقوته هاد الوصفة كانوا الناس بكري تيديروها على حسب انهم يطهروا الجسد ديالهم من النحوسات ومن من التوابع من الجن والانس، الناس اللي عندهم متبوعين بالحسد ومتبوعين بالسحر ومتبوعين باللغط ديال الكلام ديال اي شخص معين ما تيحملهمش وما تيبغيهمش، وانهم ديما عندهم مشاكل في الحياه ديالهم، ديما انهم اي حاجه ولو يشري اي حاجه اما تكسر ليه واما اما ديما توقعوا ليه مشاكل. الوصفه ديال اليوم هي ان ناخذوا بيضه تكون بلديه او روميه، يعني حنا ما عندناش مشكل ان تكون بيضه، لانني انا غادي ناخذ بيضه على اساس انني غادي نطهر الجسد ديالي وغادي نغسلها بماء مطهره بالماء، وغادي ندورها على الجسد ديالي بعد ما غادي نرشها بشيء قليل من الملح، وغادي ان شاء الله نبداو الوصفه ديالنا على بركة الله. هاد البيضة ناخدها بالاسم ديالي، هادي بيض فلانة، بحال إلا اسمها أمل هادي بيض أمل بالاسم ديالها، فلانة بنت فلانة، هاد البيضة ديال فلانة بنت فلانة، وغادي ناخدها غادي إن شاء الله ندوزها على الجسد ديالي، وأنا تنقرأ هاد القراءة لإبطال أي سحر أو أي عارض وأي حاجة عندي في الجسد ديالي. أنا عندي نحوسات، عندي سحر، عندي عين، عندي مشاكل في الجسد ديالي. أول حاجة اللي غادي ندير هي غادي نصلي على الرسول بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية ديال الصلاة غادي نقولها مرة واحدة، وغادي نقول بسم الله بسم الله بسم الله 9 مرات، وغادي إن شاء الله نقرأ الفاتحة مرة واحدة مرة واحدة. تبعوا معايا وقيدوا، لأن ما عنديش وقت باش نكتب لكم صندوق الوصف. أول حاجة غادي إن شاء الله تقرأوا تصليوا على الرسول بالصلاة الإبراهيمية مرة واحدة. كاينين بعض الناس اللي تيقول لك تتعاودي الهضرة، تنعاود الهضرة من صالح الناس اللي تيتفرجوا. كاين بعض الناس اللي ما تفهموش الكلام ديالي، نقرأ نصلي على الرسول مرة واحدة الصلاة الإبراهيمية، غادي نقول بسم الله بسم الله بسم الله
تسع مرات، وغادي نقرأ الفاتحة مرة واحدة، وغادي نقرأ آيات الإبطال، وأنا تندور على الجسد ديالي بعد ما غسلتها ومريتها بشوية بحال هكا، ندير لها هكا نوصلها، وغادي إن شاء الله نحط عليها ملح بحال هكا، غادي نحط عليها الملح ونبقى ندورها على الجسد ديالي، على الرأس ديالي، تنسبح على الرأس ديالي 7 مرات، على القلب ديالي 7 مرات، على الجسد ديالي، اليد ديالي تنديرها هكا، وأنا تنقرأ، أنا تنقرأ وأنا تنقول هذا الكلام اللي قلت لكم، الصلاة والبسملة والفاتحة، وغادي نقرأ آيات الإبطال ديال السحر. غادي نقولها 21 مرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية غادي نقراها ديال إبطال السحر، إبطال السحر غادي نقراها 21 مرة فقط. وغادي نقرأ الفلق، الفلق للحسد، الفلق 3 مرات، وغنقرأ سورة الناس نختم بها 3 مرات. غادي من بعد ما دوزت على الجسد ديالي وأنا تنقرأ هاد القراءة، من بعد غادي نحطها في الماء، غادي نحطها في الماء. مع تحرقت بالكوزينة سمحوا لي. غادي ان شاء الله غادي هادو غادي نقرا عليهم الفاتحه، الفاتحه الكتاب، هاد اوراق الغار 3 ورقات، كل وحده غنقرا عليها الفاتحه وغادي نوضعها هنا. غادي ان شاء الله ناخذ هاد الملحه، هاد الملحه غنقرا عليها تاهي الفاتحه، الملحة نقرا عليها مرة واحدة الفاتحة، وغادي نوضعها هنا. غادي نحط البيضة هنا مع الملحة مع 3 ورقات، ولكن البيضة غادي تكون بالاسم ديالك، بالاسم ديالك، وغادي نقرا عليها عاوتاني 7 مرات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 7 المرات. غادي إن شاء الله هاد البيضة غادي تبات ليلة كاملة حدا الرأس ديالك، حدا الرأس ديالك ليلة كاملة. هاد الوصفة إمتى غادي نديرها؟ غادي نكون مجدى الفحم مع أذان المغرب، أذان المغرب نكون مجدى الفحم، غادي نفطر، نفطر وغادي يقول الله أكبر، نلوح التمرة في فمي ونشرب كأس الماء. المهم هاد البيضاء إن شاء الله إما تبخروا مع المغرب يقول الله أكبر تفطري تبخري بها، وإما مع أذان العشاء، أذان العشاء تبخري بها، هي أوراق الغار 3 ورقات الغار، وهذه غادي تحطيها وسط المجمر وتطرمي عليها الفحم، وتلبسي عباية، تلبسي عباية، عباية فضفضة، وتحيدي الملابس الداخلية، وغادي تبخري بها لأنها غتبطل عليك كاع الأسحار، وفي نفس الوقت غادي تحيد لك كاع جميع العوارض، لأن هذه البيضة ديال شهر رمضان إن شاء الله، وغادي تحيدي العوارض اللي عندك في الجسد ديالك. إذن غادي إن شاء الله هذا الماء اللي بقى غادي نشدو، غادي نلوحو في مكان عاشب، في مكان عاشب، هاد الماء اللي كانت فيه البيضة بيتة اللي غادي تحيدي به العوارض، غادي ناخد الأوراق الغار والبيضة نوضعهم في مجمر، والماء اللي في الملحة اللي طهرت به الجسد ديالي وحيدت به العوارض غادي نلوحو في مكان عاشب، تحيدت به الطاقة السلبية اللي عندي في الجسد ديالي، العين، الحسد، ونحرق
أنحرق هاد البيضة وسط الفحم، لأنني بغيت أنني نحيد العوارض اللي عندي. هاد الوصفة ديروها إن شاء الله بحول الله وقوته، غادي نديروه وغادي إن شاء الله غادي تشوفوا السعد والفرح غيدوق بابكم. البنت اللي معطلة على الزواج، البنت اللي معطلة على العمل، البنت اللي أنها موقف حالها، لأن أنا بغيت نطهر الجسد ديالي بكلام الله. وشيء عندي في المنزل ديالي، عندي البيض، عندي الماء، عندي الملحة، عندي أوراق الغار. إذن الوصفة رائعة، حاولوا أنكم تديروها بإذن الله الواحد القهار، لأن الوصفة في نفس الوقت هي إيجابية، وفي نفس الوقت القرآن الكريم لا يجرب. خاصنا نديروها باش نطهروا الجسد ديالنا من جميع العوارض. إذا حبايبي في الله، ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا أنكم تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.